السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة تاني لقاء لينا في موضوع الـ Autonomous Nervous System. المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن تقسيمة الـ Nervous System، وصلنا منها للمقارنة ما بين الـ Autonomic والـ Somatic. فهمنا الـ Autonomic اللي هو اللا إرادي بيشتغل ازاي، وعرفنا انه مقسوم اتنين اللي هما Sympathetic والـ Parasympathetic، وشفنا الـ Functions بتاعتهم اللي هي في معظم الأحوال بتكون عكس بعض إلا في استثناءات بسيطة، أخدنا منها مثال واحد تمام. والدايجرام ده وريناه لكم المحاضره اللي فاتت، وشفنا في تجميعه او اختصار للفانكشنز كلها بتاعه الباراسمباثيك والسيمباثيك تمام. المحاضره اللي فاتت يمكن كنا في جزء التفاصيل بتاع الفانكشنز، كنا بس بنذكر المكان لكن الباقي بقوله شفوي مكتوب في الكتاب بالتفصيل، فده مطلوب طبعا. النهارده العكس، النهارده الجزء بتاع الكيميكال ترانسميشن هنتكلم فيه على حاجات معينه، هي دي اللي انا طالباها، اللي فيه في الكتاب شويه ديتيلز تانيه مش عايزه منها كلام كتير. زي ما قلت لكم كده هنتكلم النهارده عن الكيميكال ترانسميشن. الكيميكال ترانسميشن اللي هو النقل الكيميائي بتاع الامبلس من نيرف لنيرف او من النيرف للإفكتور اورجان، وده بيتم عن طريق ماده كيميائيه، علشان كده بنسميه كيميكال. والماده الكيميائيه اللي بتنقل الاشاره اسمها كيميكال ترانسميتر تمام، يبقى اسمها الناقلات الكيميائيه، او بنسميها كمان نيورو ترانسميترز اللي هي الناقلات العصبيه. دي عباره عن مواد بتنقل الامبلس زي ما اتفقنا من النيرف اندنج يا اما لنيرف ثاني، سواء النيرف الثاني ده جوه السي ان اس. احنا شفنا المره اللي فاتت في سينابس بتحصل جوه السي ان اس ما بين الافرنت والانتر نيورون وبين الانتر نيورون اللي بعده تمام. وفي كمان حاجات ما خدناهاش بقى، اسندنج تراكس وديسندنج تراكس، كل ده بيبقى قائم على عصب بيسلم عصب تمام. بيسلم العصب الثاني الاشاره ازاي؟ لانه مش سلك متصل هتمشي فيه الكهرباء بشكل زي ما بيحصل في سلوك الكهرباء العاديه، لا ده هو النيرف عند اخره بيكون في فاصل بينه وما بين النيرف اللي بعديه، فبيتم النقل عن طريق الكيميكال ترانسميتر ده. يبقى ممكن يكون الكيميكال ترانسميشن انسايد اور اوتسايد ذا سي ان اس من نيرف لنيرف، او اوتسايد ذا سي ان اس من النيرف للإفكتور اورجان اللي ممكن يكون عضله وممكن يكون جلاند. زي ما شفنا العضله ممكن تكون اراديه لو بتكلم على سوماتيك نيرف سيستم، او لا اراديه لو بتكلم على الاوتونوميك اللي هو اللي احنا بنتكلم عنه النهارده، سيمباثيك او بارا سيمباثيك تمام. يبقى الكيميكال ترانسميتر هو الماده اللي هتنقل لي الاشاره من نيرف للنيرف اللي بعده. الترانسميترز بتشتغل على سبيسيفيك ريسبتورز تو برودوس ذيس افكتس، بمعنى ان الماده الكيميائيه اللي هتخرج من النيرف اندنج لازم يبقى فيه ليها مستقبلات على سطح الخليه اللي بعديها اللي المفروض تستقبل منها الاشاره عشان تنقلها لحته ثانيه لو كان عصب، او عشان تنفذ اوردر لو كانت عضله او جلاند تمام. يبقى انا محتاجه ترانسميتر والريسبتور بتاعه على الخليه اللي بتستقبله. لو عايزين نفهم مع بعض اكتر عمليه الكيميكال ترانسميشن، تعالوا نتخيل مع بعض كده ده السنترال نيرفس سيستم، وادي خليه عصبيه، هنقول دي افرنت نيرف لان هي هتخرج من السنترال نيرفس سيستم لبره خلاص. ادي الاكسون بتاعها اهو، وهيجي في نص السكه يعمل سينابس، يبقى ده اكيد اوتونوميك نيرف تمام، لان السوماتيك نيرف ما بيعملش سينابس في السكه. هيسلم الاشاره لخليه عصبيه ثانيه، والاكسون بتاعها هيكمل المشوار المسافه بتاعته لحد ما يوصل للإفكتور اورجان مثلا تمام. لو سميت النيرف الاولاني ده اللي هو رقم مثلا، قلت ده رقم واحد وسميت ده رقم اتنين، اقدر اقول ان رقم واحد ده بري جانجليونيك، وده لان الرسمة جت ايه فيها سينابس في النص، فاللي بيعمل سينابس في النص هو الاوتونوميك. ما قبل السينابس قلنا اسمه بري جانجليونيك، وما بعد السينابس اسمه بوست جانجليونيك، والسينابس نفسها اسمها جانجليا تمام. ايه بقى اللي بيحصل هنا، او فين النيورو ترانسميشن في الموضوع؟ المفروض ان الاعصاب بتاعتنا بتشتغل عن طريق اشارات كهربيه هناخدها ان شاء الله في النيرف،
الإشارة الكهربية لما العصب رقم واحد ده يحصل إثارة عند السيل بودي بتاعته، كهرباء هتيجي هنا، تمام؟ أو يعني إثارة هتبتدي هنا، فهتبتدي تمشي إشارة كهربية في العصب ده لحد ما توصل لنهايته. عند نهايته هنلاقي هنا موجود vesicles، تمام، مخزنة جواها مواد كيميائية اللي بسميها نيوروترانسميتر. لما توصل الإشارة الكهربية للترمينال ده دي، هتبتدي الفيسيكلز دي تفرقع وتخرج المواد اللي جواها، تمام كده؟ ده اللي بنسميه release of neurotransmitter. فده neurotransmitter هو رقم واحد اللي هو الأحمر ده. عشان neurotransmitter رقم واحد يأثر على العصب رقم اتنين على السيل بادي دي، لازم تكون السيل بادي عندها ريسبتور مستقبل هنا كده، مستقبلات على سطح السل عشان المادة اللي خرجت تمسك فيها، تمام؟ فتعمل ايه بقى لما المادة دي تمسك فيها؟ تعمل تغيرات في السل بادي بتاعة العصب رقم اتنين، فتمشي فيه اشارة كهربية برضو، تمام؟ تمشي الاشارة الكهربية لغاية ما توصل للترمينال، تلاقي هنا ايه؟ هتلاقي برضو vesicles، بس الفيسيكلز المره دي رسمتها بلون مختلف، ده معناه ان هي بتطلع ماده كيميائيه مختلفه، فهتطلع هنا الماده الكيميائيه اللي متخزنه في العصب رقم 2، ويكون برضو الشرط بتاعنا في مستقبلات للماده رقم 2 على الافكتور اورجان بقى المره دي، وصلنا خلاص، تمام؟ فدي الايه؟ المستقبلات. لما الماده تمسك في المستقبلات يبتدي الافكتور اورجان يتاثر ويحصل فيه اي اكشن من اللي احنا قلناهم قبل كده، تمام؟ ده لو انا بتكلم على اوتونوميك نيرفس سيستم. طب لو سوماتيك نفس القصه كلها، بس هيبقى فولنتري بقى، تمام؟ يعني الاثاره في العصب رقم واحد هتبقى اراديه، والعضله اللي هتتحرك هنا هتبقى اراديه، والاستجابه بكونتراكشن، تمام؟ طيب معلومه بقى اخيره قبل ما ننقل من الرسمه بتاعتنا دي، عشان هنستخدمها قدام. دايما بنسمي النيرف فايبر او الاكسون يعني باسم الماده الكيميائيه المتخزنه فيه. فلو هو مثلا بيطلع ماده جلوتاميت هسميه جلوتامينرجيك فايبر، لو بيطلع ادرينالين هسميه ادرينرجيك فايبر، لو بيطلع جابا هسميه جابا ارجيك فايبر. كل الاسامي اللي انا قلتها دي نيورو ترانسميترز، تمام؟ انا عندي في الاوتونوميك هنعرف دلوقتي ادرينرجيك وكولينرجيك بس، لانه يا بيطلع ادرينالين يا بيطلع نور ادرينالين. عاده البري جانجليونيك بيكون كولينرجيك، وده معناه انه بيطلع هنا الماده الكيميائيه اللي خرجت دي اسمها اسيتايل كولين، هنقول الكلام ده حالا. والمستقبلات اللي لازم يلاقيها في وشه هيبقى اسمها برضو كولينرجيك، بس ريسبتورز بقى. طب العصب رقم 2، العصب رقم 2 ممكن يكون كولينرجيك وهنعرف ايه الحالات، يعني هيبقى زيه برضو هيطلع هنا اسيتايل كولين، كنت هرسمها باحمر برضو، وممكن يكون ادرينرجيك، تمام؟ فالماده دي ممكن تكون نور ادرينالين، اذا هسمي العصب ده ادرينرجيك، خلاص. طيب المفروض المستقبلات اللي لاقيها في وشه تكون ايه؟ ادرينرجيك ريسبتورز. اوكي، في حالة بقى انه ده كولينرجيك وده كولينرجيك، خلاص يبقى هيبقى كولينرجيك فايبر كولينرجيك ريسبتور، طلع كولينرجيك فايبر برضو لكولينرجيك ريسبتور، اوكي؟ وهنعرف تفاصيل الجزء ده دلوقتي، بس يهمني ان احنا نكون كده فهمنا النيورو ترانسميتر او الكيميكال ترانسميشن بيتم ازاي، وايه قصة المادة الكيميائية والريسبتور وموجودة فين، خلاص؟ هتبقى موجودة عند كل محطة تسليم، سواء بسلم نيرف جديد زي ما حصل هنا كده في الجانجليون، او بسلم افكتور اورجان زي ما حصل في الايه في نهايه المطاف. عندي اثنين مين كيميكال ترانسميترز في الاوتونوميك نيرفس سيستم، ماده اسمها اسيتايل كولين وماده اسمها نور ادرينالين. الاسيتايل كولين الاماكن او نهايات الاعصاب اللي بتخرج اسيتايل كولين نمره واحد
كل البري جانجليونيك نيرفز. تمام، احنا اتفقنا المره اللي فاتت ان الاوتونوميك نيرفس سيستم الايفرنت بتاعه تو نيورون سيستم، بيبقى عباره عن بري جانجليونيك بيطلع من السباينال كورد يوصل لغايه الجانجليا، وعند الجانجليا يبتدي عصب تاني اللي هو البوست جانجليونيك اللي بيوصل للافكت. فكل البري جانجليونيك نيرفز بتاعه الاوتونوميك نيرفس سيستم سواء كان بارا سمباثيك هيريليس في تيرمينال جانجليا، او سمباثيك هيريلي في بارا فيرتبرال سمباثيك تشين او في كولاترال جانجليا، كل البري جانجليونيك اللي بيريلي في الجانجليا بيطلع الاشاره بتاعته للعصب اللي بعديه في صوره اسيتايل كولين. لذلك بنسمي العصب اللي بيريليز الاسيتايل كولين كولينرجيك، نسبه الى الاسيتايل كولين اللي العصب ده بيشتغل عن طريقه او بينقل الاشاره عن طريقه. تمام، يبقى ده بيحصل في الباراسمباثيك وبيحصل في السمباثيك وكمان عند الادرينال مضله، لان الادرينال مضله بتستقبل فري جانجليونيك برضه. تمام، امال فين الجانجليا بتاعتها اللي بتريليز دي؟ المكان الوحيد في الاوتونوميك نيرفس سيستم اللي ملوش جانجليا، بيعتبروه هو نفسه الجانجليا اللي كان المفروض يطلع منها عصب تاني يطلع ادرينالين، بس هي بتطلعه كهرمون. تمام، المكان التاني للاسيتايل كولين ريليز او العصب التاني اللي بنعتبره كولينرجيك فايبر هم كل الاعصاب البوست جانجليونيك باراسمباثيك. يبقى معنى كده ان الباراسمباثيك سيستم كله شغال باسيتايل كولين، البري جانجليونيك بيطلع اسيتايل كولين للبوست جانجليونيك، البوست جانجليونيك عنده مستقبلات للاسيتايل كولين بتستقبل اسيتايل كولين وتبتدي تمشي فيها اشاره عصبيه كهرباء لحد التيرمينال بتاعها وتريليز تاني اسيتايل كولين عند الافكتور اورجان بتاعها. يبقى البري جانجليونيك باراسمباثيك والبوست جانجليونيك باراسمباثيك كلهم اسيتايل كولين. خلاص، اما البوست جانجليونيك سمباثيك فده المفروض انه مش بيطلع اسيتايل كولين الا في استثناءات معينه، اللي هم دول سيكريتوري نيرفز اللي رايحه للسويت جلاندز، واللي بتعمل النيرفز اللي راحه تعمل فازو دايلاتيشن للسكيليتال ماسل بلاد فيسلز. تمام، احنا المره اللي فاتت قلنا ان السمباثيك سيستم ليه تاثير على السكن، يمكن نسيت اقول لكم موضوع السويت جلاندز مع انه فانكشن مهم جدا بس انتوا هتلاقوه مكتوب في الكتاب فاكيد هيقابلكم. يمكن دي الغده الوحيده اللي السمباثيك سيستم بيشغلها. فالنيرف اللي رايح يشغل السويت جلاند علشان تطلع العرق او تصنع العرق بيكون بيريليس اسيتايل كولين، اما اللي رايح للسكيليتال ماسل بلاد فيسلز عشان تعمل فاز دايلاتيشن برده بيريليس اسيتايل كولين. الباقي بقى كله اللي رايح يعمل باقي الفانكشن بتاعت السمباثيك نيرفس سيستم هنشوف انه بيريليس حاجه ثانيه. تمام، نكمل كلامنا على الاسيتايل كولين. المستقبلات بتاعته اسمها كولينرجيك ريسبتور. يبقى الكولينرجيك نيرف هو العصب اللي بيطلع اسيتايل كولين، بيطلق اسيتايل كولين عند الاندنج بتاعه، والكولينرجيك ريسبتور هو المستقبل اللي بيستقبل الاسيتايل كولين ده علشان يشتغل من خلاله. الريسبتورز بتاعت الاسيتايل كولين اللي هي بنقول عليها الكولينرجيك ريسبتورز هما نوعين، نوع بسميه ماسكارينيك ونوع بسميه نيكوتينيك. تمام، طيب مين الماسكارينيك ومين النيكوتينيك والاسامي دي جايه منين؟ الاسامي دي جت باثر رجعي من مواد بتاثر على نفس المستقبلات، يعني هي المفروض انها كولينرجيك ريسبتور بتتاثر اساسا بالاسيتايل كولين، بس وجدوا في الماسكارينيك ريسبتور ان في مواد معينه اشهرها الماسكارين بيقدر يشتغل على الريسبتورز دي. تمام، يبقى الريسبتورز دي بتشتغل بالاسيتايل كولين وبتشتغل كمان بالماسكارين. طب ايه الماسكارين ده؟ موجود في جسمنا؟ لا، ده ماده كيميائيه بره مستخلصه من بعض النباتات. خلاص، دي صوره النبات اهي، ملناش دعوه بيها بس يعني بالمره. اما النيكوتينيك ريسبتورز فدي مستقبلات للاسيتايل كولين برده، فهي كولينرجيك ريسبتور بتشتغل بالاسيتايل كولين وكمان بتشتغل بالنيكوتين، النيكوتين اللي هو احد المواد الموجوده في السجاير يعني. تمام، بيأثر على الجهاز العصبي. يبقى المستقبلات دي الاثنين المشترك ما بينهم انهم بيتاثروا بالاسيتايل كولين، او ان اللي بيشتغل عليهم في الاساس هو الاسيتايل كولين، لكن قسموهم اثنين بناء على تاثرهم بمواد كيميائيه خارجيه. طب وجدوا ان انهي كولينرجيك ريسبتور هي من النوع الماسكارينيك؟ لقوا ان كل الريسبتورز اللي موجوده على افكتور اورجان بتكون من النوع الماسكارينيك. اذا كانت بقى بتستقبل اسيتايل كولين من البوست جانجليونيك باراسمباثيك، او بتستقبل اسيتايل كولين من البوست جانجليونيك سمباثيك اللي هي الاستثناءات البسيطه اللي قلناها.
طب والنيكوتينك موجوده فين؟ موجوده كمستقبلات للاسيتايل كولين في الاوتونوميك جانجليا على سطح البوست جانجليونيك نيرف، سواء كان سيمباثيك او باراسيمباثيك، لان احنا قلنا ان كل الجانجليا الترانسميشن فيها بيحصل من خلال استال كولين. البري جانجليونيك بيخرج استال كولين سواء كان رايح لسيمباثيك او رايح لباراسيمباثيك، فعنده مستقبل موجود على سطح الايه النيرف اللي هو البوست جانجليونيك نيرف. تمام. وبرضه نيكوتين بيستخلصوه من نباتات معينه على فكره. تاني نيورو ترانسميتر عندنا هو النور ادرينالين، وده ريليز ده بما نسميه ادرينرجيك فايبر. مين بقى الادرينرجيك فايبرز اللي موجوده عندنا في الجهاز العصبي الاوتونوميك؟ هم كل البوست جانجليونيك سيمباثيك فايبرز، تمام، ما عدا مين؟ ما عدا اللي قلناهم في الاسيتايل كولين اللي هم السكريتوري للسويت جلاند والفازو دايليتور للسكيليتال مصر. الريسبتورز بتاعه النور ادرينالين اسمها ادرينرجيك ريسبتور، تمام، ودي برضو في منها نوعين وموجوده في الافكتور اورجانز اللي هتستقبل الادرينرجيك نيرفز، تمام، اللي هي هيجي لها ماده كيميائيه نور ادرينالين. موجود منها نوعين، الالفا ريسبتورز، ودي مقسومه لسب تايبس الفا 1 و 2، والبيتا ريسبتورز برضو مقسومه لبيتا 1 و 2 وفي 3 على فكره، تمام. بكده خلصنا النقط الأساسية اللي احنا محتاجين نعرفها عن النيورو ترانسميترز وعن المستقبلات بتاعتهم أو الريسبتورز اللي بيشتغلوا عليها.